حسن، هذه مناسبة مميزة، فقد احتفينا بالذكرى العشرين بأسلوب مميز، وعكسنا من خلال ذلك بلدنا وثقافتنا والضيافة التي عززناها من خلال الإعلانات، ليس فقط ليحتفي بذلك موظفو الخطوط الجوية القطرية، ولكن البلد برمته. هنالك كثير من الناس يتابعون الحدث، فالكورنيش ريان بالناس يشاهدون ما يجري، فنحن نحتفي بهذا كبلد، كقطر وكخطوط جوية قطرية. وقد رأيت الجزء الأخير من الاستعراض الجوي، حيث الطائرة الأحدث في أسطولنا الإيرباص A350-900 تطير مع الرد أروزا والأسهم الحمراء التابعة لسلاح الجو البريطاني. Changing from blue to white on the right hand side is red.
So I'm very privileged to be here. أنا يطيب لي وجودي هنا في الكورنيش في الدوحة حيث كنت جزءا من القوى الجوية البريطانية الريد أروز وكنت أتواصل مع كبار الزوار. كنت أعمل كمشرف طبعا في لحظة الغروب. هذا مكان مميز. نحن هنا في الدوحة لأننا نحتفي بالروابط القوية بين قطر وبريطانيا العظمى ولدينا روابط قوية في هذا القطاع وفي القطاع التجاري ومن وجهة نظرنا أيضا في القطاع العسكري. إذن نحن هنا نريد أن نضمن هذه الروابط ونظهر هذه العروة الوثقة بين البلدين. يطيب لي وجودي هنا وهذا الاستعراض الجوي بطبيعة الحال الذي رأيناه نحتفي من خلاله بالذكرى العشرين للخطوط الجوية القطرية وبطبيعة الحال هناك رولز رويس XWB هذا المحرك هو محرك بريطاني وهناك محرك الإيرباص أيضا وكما تعرفون الإيرباص هي شركة أوروبية ولكن تشترك فيها بريطانيا. إذن نحتفي في هذا الحدث لنعزز من هذه الروابط بيننا. The Royal Air Force.